150 من المحققين وقوات الحدود البريطانية وملايين الكاميرات المنتشرة عبر البلاد لم تنجح إلى الآن في إلقاء القبض أو تحديد مكان الجندي السابق دانيال خليفة الهارب من سجن HMP وانسوورث في لندن. الشرطة قالت إن دانيال المتهم بجرائم إرهاب فر عبر شاحنة مخصصة لنقل الطعام. دانيال خليفة هرب تحت شاحنة كانت تنقل المواد إلى المطبخ في سجن وانسوورث. سلكت تلك الشاحنة طريقا تجاه لندن وأوقفتها الشرطة بعد وقت قصير. وجدنا أدلة تشير إلى أن دانيال كان مربوطا أسفل تلك السيارة، والآن لدينا السيارة في حوزتنا. عمليات تمشيط تقوم بها الشرطة في الحدائق القريبة من السجن تتزامن مع بحث مشدد في معابر البلاد أيضا خوفا من هروبه للخارج، بحث تسبب في تعطيل حركة البضائع والمسافرين قرب الموانئ البحرية. لقد أوضحت وأكرر الآن أنه لا يجب ترك أي حجر دون أن نقلبه للوصول إلى حقيقة ما حدث. من كان في الخدمة في ذلك الصباح بدءا من المطبخ إلى بوابة السجن وما هي البروتوكولات المعمول بها، لقد أمرت بإجراء تحقيق وأنتظر نتائجه قبل نهاية الأسبوع. قصة هروب دانيال من السجن تزامنت مع تقرير نشرته صحيفة الجارديان أوضح أن 3/4 السجون في إنجلترا وويلز غير ملائمة للحد الأدنى من الاتفاقيات والمعايير الأوروبية لحقوق المعتقلين، كما تشهد السجون في بريطانيا اكتظاظا في المسجونين ونقصا في الموظفين. 48 ساعة مرت على هروب دانيال خليفة من السجن بينما تواصل الشرطة مساعيها في اعتقاله، فترة زمنية توصف بالفشل الحكومي في تتبع إرهابي طليق في بريطانيا وربما بات خارجها.